وأتمنى لهم إقامة طيبة. الحقيقة يعني الأستاذ نصر القدوة بعت الموضوع، طبعا موضوع كبير جدا متعدد الأبعاد، وبعت 20 قائمة ب20 نقطة، ممكن تختار منها نقطة أو اتنين تبقى هي المدخل للحديث في هذا الموضوع. وأنا يعني اخترت أن أنا أتحدث عن ما أتصور أنه كان الإشكالية المطروحة طوال تاريخ الحركة الفلسطينية كلها، وهي عدم القدرة على حل إشكالية العلاقة بين ما هو محل فلسطيني وما هو إقليمي وما هو دولي. كان باستمرار يعني أولا مسؤولية تحقيق الاستقلال الوطني أو إنجاز الاستقلال الوطني هو باستمرار مسؤولية الحركة الوطنية، هذه تجربة كل حركات التحرر في كل العالم، لكن في خصوصية للقضية الفلسطينية. في مراحل كان النظام الدولي هو النظام الحاسم، يعني هو يعني موازين القوى في النظام الدولي كانت في مراحل معينة هي التي تفرض مسار القضية الفلسطينية. ولو رجعنا بالذاكرة للوراء وشفنا النظام الدولي في الحرب العالمية الأولى على سبيل المثال، قبلها مباشرة أو أثناءها وبعدها مباشرة، حصل وعد بلفور وحصل تبني عصبة الأمم للانتداب البريطاني على فلسطين علشان تنفذ وعد بلفور. شفنا النظام الدولي أيضا بيتحرك في اتجاه مخالف تماما يعني أو معاكس لحركة التحرر الوطني الفلسطينية. نفس الشيء حدث في الحرب العالمية الثانية، كان في قرار التقسيم، ورغم أن بدأ يبرز مجموعة من الدول العربية كانت عد أعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لكنها لم تستطع أن تحول دون مشروع التقسيم. وعندما دخلت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى هزمت في هذه الحرب. وتشوفي تأثيرات النظام الدولي في مراحل مختلفة كثيرة بعد ذلك، عندما يعني انهار الاتحاد السوفيتي، وعندما يعني تمكنت الولايات المتحدة من الهيمنة على النظام الدولي إلى آخره، كان لكل هذا تأثيرات مباشرة على مسار القضية الفلسطينية. لكن احنا ما كناش عارفين باستمرار يعني نختار كيف نضبط، يعني لم تكن لا الحركة الوطنية الفلسطينية ولا النظام الإقليمي العربي كان قادر باستمرار على إيجاد صيغة لعلاقة تسمح بالاستفادة من معالم النظام الدولي أو النظام الإقليمي للقضية الفلسطينية. علشان كده أنا مش في فترات أيضا كان البعد الإقليمي بعد يعني مؤثر جدا على مسار القضية الفلسطينية. خد مثلا إنشاء جامعة الدول العربية، كان في نظام إقليمي رسمي، وهذا النظام الإقليمي الرسمي هو الذي قرر أن يدخل يعني لمنع إقامة الدولة الإسرائيلية، ودخل الحرب، وللأسف الشديد أنه هزم ولم يتمكن من إدارة الحرب بشكل جيد. لكن أنا بس أنا مقترحات لإيه؟ ما هو علشان بس أبين النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها اللي هي حتبان في نهاية، لكن بما أنه ما فيش وقت أنا كنت عايز أدي أمثلة على معالم النظام الإقليمي كان هو المؤثر الأكبر على مسار القضية الفلسطينية. لكن في نهاية المطاف مسؤولية حمل مسؤولية القضية الفلسطينية هي مسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية. والسؤال النهاردة هل يعني إذا سبنا المراحل التاريخية المختلفة وتأثيراتها وبصينا النهاردة لشكل النظام الدولي وشكل النظام الإقليمي وشكل الحركة الوطنية الفلسطينية، هل في إمكانية لصيغة معينة تسمح بانتشال القضية الفلسطينية مما وصلت إليه؟ هو ده اللي كان محور الحديث بتاعي. أنا بشوف أن النظام الدولي النهاردة في تراجع لفكرة الهيمنة الأمريكية، الهيمنة الأحادية، في بروز لقوى جديدة في النظام أو قوى بازغة في النظام الدولي. روسيا بتستعيد بعض نفوذها القديم، الصين بتصعد، الهند بتصعد، في قوى إقليمية أخرى زي البرازيل وزي الهند. وبالتالي صحيح النظام الدولي لم يستقر ولا نستطيع أن نقول أنه أصبح نظام متعدد القطبية، لكن هذا النظام غير النظام القطبية الواحدة، النظام الهيمنة، يسمح بهامش ما من الحركة لو كان النظام الإقليمي قادر على الاستفادة ولو كان الحركة الوطنية الفلسطينية قادرة على الاستفادة. وهنا الإشكالية، لما نيجي بقى نبص للنظام الإقليمي هنجد أن النظام الإقليمي، وليسمح لي يعني سيادة الأمين العام،
يعني النظام الرسمي العربي انهار إلا يعني أو في حالة انهيار إن لم يكن قد انهار بالفعل، لا تأثير مطلقا. يعني كويس أن الجامعة العربية موجودة كإطار مؤسسي، لكن لا ليست هناك إرادة عربية تستطيع أن تنقذ حتى النظام هذا النظام العربي من الانهيار. هناك دول خرجت من معادلة الصراع تماما وخرجت من معادلة النظام الإقليمي زي سوريا والعراق، وتحتاج إلى سنوات طويلة لكي يعاد تأهيلها في واقع الأمر أو أن تعود كلاعب. هناك نظام، هناك دول عربية أخرى بتنهار أو في حالة حرب أهلية النهاردة، في ليبيا، في اليمن، في لبنان وضعها غير مستقر، في مشكلة في الداخل المصري إلى آخره. وبالتالي في إشكالية كبيرة في النظام العربي. لكن في شيء، هل انتهى النظام العربي ولا نقول زي السيد عمرو موسى ما قال أنه لا يجب أن نيأس وأن هناك بارقة أمل؟ هناك يعني الباقي من النظام الإقليمي العربي، في مجلس التعاون الخليجي الذي لم ينهار بعد وبالتالي يستطيع أن يتحول إلى نواة إذا أمكن إنقاذه من رياح التغيير التي تهب بعنف على العالم العربي. وفي مصر إذا استطاعت أن تتجاوز مشكلتها الداخلية الحالية، وبالتالي إذا استطاعت مصر أن تتجاوز أزمتها الداخلية، وإذا استطاع مجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على تماسكه، أعتقد أن هناك فرصة لصياغة علاقة استراتيجية بين مجلس التعاون ومصر بهدف انتشال النظام العربي من الهوة التي وقع فيها أو يكاد يقع فيها. وبدون هذا علينا أن ننتظر لنتفرج لكي ينهار ونتفرج على انهيار النظام العربي انهيار تام. نيجي بقى الموضوع القضية الفلسطينية، لأن هو ده الأساس، لأنه لا النظام الدولي حيدينا استقلال وطني على طبق من ذهب، ولا النظام الإقليمي وهو في هذه الحالة حيدينا. القضية كلها هي قضية ومسؤولية الحركة الوطنية الفلسطينية. إذن ما هو المطلوب من الحركة الوطنية الفلسطينية أن تقوم به لكي تستطيع بالفعل أن تتقدم نحو هدف الاستقلال الوطني؟ أعتقد أن احنا يعني مطلوب نفكر تفكير غير تقليدي. إذا استمرت السياسات الفصائلية على النحو القائم حاليا، سواء السياسة التي تنتهجها فتح أو السياسة التي تنتهجها حماس، فهذا هو الموت البطيء ولن يفضي إلى أي شيء. وأنا أتفق مع الأستاذ إلياس خوري تماما في أنه ما فيش تسوية سياسية في الأفق، ولا الإسرائيل ستعطي لك أي شيء على الإطلاق. وبالتالي ما لم تكن هناك استراتيجية جديدة تقوم حول، أولا يبقى في إطار مؤسسي مختلف لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمعنى إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون إطار لتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني كله، مش الفصائل، مش منظمة للفصائل، وإنما منظمة تعبر عن الشعب الفلسطيني في غزة والشعب الفلسطيني في الضفة والشعب الفلسطيني في محبر 48 والشعب الفلسطيني في الشتات، ثم تقوم بتبني استراتيجية للمقاومة بشرط أن يكون مفهومنا للمقاومة ليس هي المقاومة المسلحة فقط، وإنما المقاومة بكل الوسائل بما فيها إمكانية تشغيل المجتمع المدني الفلسطيني لكي يعني يمارس سياسة العصيان المدني إلى آخره. لكن المقاومة المسلحة تبقى في نهاية المطاف مسألة حاسمة، ولا يمكن إطلاقا أن يطالب أحد بتخلي المقاومة عن سلاحها، بل مطلوب تسليح الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه، ليس بالضرورة أنك أنت عشان تروح تحط قنابل في إسرائيل، إنما لأن الشعب الفلسطيني معرض ل يعني أن يقضى عليه تماما، وبالتالي مطلوب تسليح الشعب الفلسطيني ليصبح في موقف يستطيع فيه أن يدافع عن نفسه. لكن في إطار هذه الصيغة الجديدة لحركة وطنية فلسطينية تستطيع أن تواجه التحدي، يمكن إيجاد علاقة بقى مع النظام الإقليمي ومع النظام الدولي بطريقة مختلفة تماما عما كان سائدا من قبل، تجنب كل المحاور، التعامل مع الدول يعني القوى العالمية
ومع القوة في النظام الإقليمي على أساس ما تقدمه للقضية الفلسطينية. ماليش دعوة أنا بسياسة المحاور، ما جيش بقى أنحاز لصدام حسين ولا شوف ما السادات بيعمل. أنا أتحدث عن القضية الفلسطينية وما يمكن أن تقدمه القوى الدولية والإقليمية للقضية الفلسطينية، وأحشد الشعب الفلسطيني وراء هذا الموضوع. أعتقد أنه من خلال هذا معلش بس شوي طولنا إذا بتسمح. أنا عم بقترح نبعتك أول فدائي في المرحلة الثانية للكفاح المسلح. معاك شو رأيك؟ إن شاء الله. إذا كنت مستعدة والله. مستعدة طبعا. جميل. دائما. رح نعطي ما توخذني بس إذا نعطي.